المحقق السابق القاضي فادي صوان ما اشتغل غلط بالبروسيدجر، بالإجراءات الشكلية اشتغل غلط، ولكن إذا بتلاحظي وبتعملي مقارنة بين التقريرين تبع بطار المحقق بطار والمحقق صوان بتلاقي نفس الأسامي تقريبا هن ذاتهم 100%. وين غلط فادي صوان؟ غلط فادي صوان ظن، ما بعتقد ما بيعرف لأنه أكيد بيعرف، بس ظن أنه كل اللي مأيدين هذا الموضوع في لبنان بعد فاجعة تفجير المرفأ أو انفجاره رح يكونوا كلهم جديين وعلى قدر الكلام اللي قالوه، وهو أنه نحن بدنا نفتح الملف وبدنا نوصل للآخر. فقام استعجل على نفسه وعمل الشغلات بدون ما يمر بالقصة القانونية مثل مجلس النواب، خصوصي بالنسبة لمجلس النواب. وهذا الأمر أنا برأيي كشف النوايا الحقيقية عند الطبقة السياسية. ما بدي فصل مين وكيف وليش، بس لما بتشوفي المروحة بتشوفي أنه هاي مروحة مرأة على كل أو معظم التيارات السياسية اللبنانية. ستة وستة مكرر. ستة وستة مكرر. لذلك استفادوا من غلطة القاضي صوان. بس أنا بدي أقول شغلي هون الناس ما بتعرفها، القاضي صوان ما تخلى عن هذه المهمة لأنه جبان، وما تخلى عن هذه المهمة لأنه كان عامل شيء غلط. الخط اللي رسمه مش عليه المحقق بطار. أنا معلوماتي بتقول، وهذا أمر بينقال لأول مرة وأنا مش عم جرب أني أعمل سكوب لأنه سكوبات صارت وراي مع احترامي للجميع، بيوم من الأيام بيفتحوا الباب ببيته للقاضي صوان، الباب الخارجي، بيلاقوا على الكوريدور أو على صفرة الدرج بسين مذبوح. إيش؟ هلأ ممكن تلاقي بسين ميت، هذا أمر طبيعي بيصير، بس بسين مذبوح لابد أن يكون رسالة من مين ما بعرف، وبالتالي أصاب هذا الأمر. يعني هذا تهديد واضح بالقتل. أنا أصاب بقطع الرأس. يعني في تهديد، هلا كيف ما بعرف. أصاب هذا الموضوع بالرعب الزوجة والقاضي صوان، وصار في حيرة وتساؤل شو بنعمل من كفي ما من كفي. وأنا بعرف هذا الموضوع وأنا متأكد منه لو شو ما طلعنا في بكرة، ولذلك يعني إذا هالقد يعني القاضي صوان مخبرك هيدا الشيء؟ لا أبدا، أنا ما بعرف القاضي صوان، بس أنا بتبع بشغلي ما دغري، ما بروح على الناس المباشرين لأنه ما بيحكوا لك. ببرم وبشوف، وأوقات بتوفق أوقات لا، بس لما بكمل شيء بتأكد منه بتمسك فيه. فلذلك أنا هلأ بقول أنه القاضي المحقق البطار ما في شك عمل شغلة جيدة جدا، أنصف صوان بالتقرير، وبالتالي اتخذ نفس المسلك ولكنه اتبع الوسائل القانونية، وهلأ صار المطلوب أنه التنفيذ. فرد الفعل هون ما بقى على المحقق البطار، صار مفروض على كل الطبقة السياسية ومنها مجلس النواب، لأن في نواب طالب. عندك مجلس النواب من مال وعندك نقابة المحامين. رح نقول على هذا الموضوع، لكن خليني أرجع للرواية يلي تفضلت فيها ويلي عم بتأكدها وعم تتحدى فيها، أنه مهما طلع من نفي هي هذه هي الرواية الصحيحة، قصة لبسين المذبوح أمام باب شقة القاضي فادي صوان. إذن يعني تنحى بالترهيب القاضي صوان. طيب اليوم بما أنه نفس البروسيدور، وحتى القاضي بيطار قال أنه هو سيستكمل ما بدأه القاضي صوان، مش بده ينقض ويبلش عن جديد، ربما استغرق وقت جديد ليرجع هو يقرأ كل الملفات ويشوفها، ونفس الأسماء يلي كانت بجعبة القاضي صوان بالادعاء وبالاستجواب ما إلى ذلك، هي ذاتها طلعت ونزاد عليها أسماء أخرى قد تكون أكثر خطورة من الأسماء يلي مرأي. شو اللي بده يمنع يلي رهب القاضي صوان
من أن يستعمل نفس الأسلوب على القاضي البطاقة؟ ممكن ما يستعمل نفس الأسلوب لأنه الطريقة القانونية اللي تبعها ممكن تأخر هالإجراءات كلها اللي ناطرة يلي ما بيقدر يكفي فيها التحقيق ويطلع من قصة يرجع يستدعي كل هالعالم ويحقق معه وبعدين يطلع يمكن بقرار ظني أو قرار اتهامي. شغلته متوقفة على مجلس النواب بالدرجة الأولى وعلى نقابة المحامين بالدرجة الثانية. إذا هو معطوه الإذن ما بيقدر يكفي، فبالتالي من ميل هاي الإجراءات القانونية تحميه وبتعطيه مجال يقول أنه أنا ما في يكفيه إذا ما فتحوا لي الأبواب قانونا، وبالتالي بيكون عم يجنب نفسه بشكل غير مباشر رسالة ترهيبية مثل الرسالة التي وصلت إلى القاضي البطاقة. يعني هي ممكن أن تكون داخلية وممكن أن تكون خارجية كمان.